الصور الجماعية ذكرى جميلة، لكن دائما ينقصها أهم شيء. المصور يمكن استبداله بالسيلفي، لكن ما العمل إذا كانت الذراع قصيرة؟ هنا يمكن الاعتماد على تطبيق جروبيك، وهكذا يعمل أحدهم، يلتقط الصورة للمجموعة ويبقى مكانه فارغا، ثم يبدل المهمة مع شخص آخر لالتقاط صورة ثانية. يحدد مكان المصورين والتطبيق يجمع الصورتين بصورة واحدة يظهر فيها الاثنان، والآن يمكن نشر الصورة على الإنترنت.